اسمع وا نحن بغاية الشوق الكن للوطن ولكل من بيمشي عليه. وإذا بيلاقوا عليها مكتوب عبري بيشلحوني هي. إنه ممنوع مرق معي شيعة سورية، أخذ معي من هون شيعة سورية عليه كتيبة بالعبري. هو بوتا 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 قسمكم كلكم واللي بنزع ازعل ما الا الله شو راح اشتغلكم ايه صارت المحسه شي